استاذه رنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه. حضرتك فضيله الشيخ. فضل ونعم الحمد لله. معلش انا حصل لي موقف في رمضان اللي فات اذاني نفسيا جدا. انا في مسجد جنب بيتي متعلقه بيه نفسيا جدا، ويعني بروح على طول انا واولادي. يعني كان عندنا مشاكل اسريه وكده، فكنا زي بنجري على المسجد بنصلي وبنقعد وبنقرا قران، وهو يعني مكان يعني جميل جدا، وكنا بنستريح فيه نفسيا جدا وبنخرج منه مبسوطين. فوجئت برمضان اللي فات، انا بروح على طول بنصلي هناك العشاء والفجر، وفي رمضان بنصلي كنا التراويح وكده. فوجئت في رمضان اللي فات بعد اول اسبوع كده في رمضان، وانا طالعه انا وبنوتي نصلي التراويح، ان في حاجه غريبه في مكان السيدات. لقيت ناس شكلهم يظهر عليهم شكل يعني الغلظه في التصرفات وفي الطريقه وفي الشكل وكده. فانا دخلت على طول الحق بسرعه اصلي العشاء قبل ما الشيخ يقيم صلاه التراويح. وبنوتي عارفه هي بتصلي فين وبتقف، يعني هي بتجيب سجادتها وبتقف جنبي كالعاده، ما ببقاش قلقان عليها. خلصت صلاة العشاء وببص على بنتي، لقيتها واقفة ورا حاجة زي معمول حاجز كده بالكراسي. أشاور لها ما بتجيش، تعالي تعالي ما بتجيش. رحت لها حسيت وشها قلقان وخايف، هي عندها 10 سنين على فكرة مش صغنونة يعني. فإيه بقى؟ رحت لها لحد عندها، أنا آسفة هو الموقف مضايقني جدا، أنا آسفة على التطويل. رحت لها لحد عندها لقيتها واقفة ورا واحدة بقول لها تعالي يا ليلى. الست راحت شدها من ايدي، قالت لا مش هتصلي جنبك، هي هتقف جنبي هنا بنفس الطريقه. قلت لها لا هي متعوده بتصلي جنبي ما تقلقش، لا عشان الولاد بيعملوا دوشه، هم فعلا كان في شويه اطفال بيعملوا دوشه فظيعه والهاء للمصلين، بس بنتي ما كانتش بتعمل كده. وهي كبيره. استاذه رنا انت شاطره جدا في الحكي، يعني انت خدتينا كلنا. انت خدتينا كلنا. استني بس. المهم الست شدت البنت من ايدي، الست دي طلعت ان هي ده اول يوم تشتغل في المسجد، وشدت بنتي من ايدي، قلت لها بنتي هتصلي جنبي وهي انا اوعدك ان مش هتعمل قلق. شويه بنتي خرجت تريح بره شويه لان رجليها وجعتها من الوقفه الطويله. هي قعدت في مكان بره في المسجد، هي الناس اللي شغالين هناك في المسجد شايفين ان ده مكان خطر، هي قاعده لوحدها خالص ما بتعملش اي مشكله. المهم بنتي رجعت من الخوف تجري وقفت جنبي، فوجئت وانا بصلي في الركعه الرابعه شدوها من جنبي ان حد جاي بيشدها بيشد بنتي مني جامد، فانا رحت شد بنتي وانا بسجد. كل واحد فيكم ماسك البنت من ايد دلوقتي وانا بصلي. الست اللي بتشد دي بالظبط شدت بنتي وشدتني خرجتني من الصف، رحت انا ماسكه بنتي انا مش عارفه مين دي اللي بتشدها، رحت ومكمله صلاه وخلصت اتاريها عندك دي. عندك حق، لان ممكن حد يكون بيخطف البنت او بيعمل بيأذي مثلا، يعني انا مش قادر. ده مكان في منتهى الامان والراحه النفسيه بالنسبه لي مرتبطه بيه جدا. استاذه رنا، المهم طلعت دي السيده القائمه على المسجد وكلمتني وانتهزت ان انا بقف في اخر الصف لان انا بقعد على كرسي، فالناس مش شايفاها، ما حدش كان شايفها. اول ما الناس خلصت صلاه بنتك هتصلي بره وتزعق. طيب اتفضلي بره. قلت لها بره فين؟ استاذه رنا انا هقول لك حاجه لطيفه دلوقتي عشان اقدر اساعدك في ده. ابعت لنا اسم المسجد ده ونحاول نشوف نقدر نساعدك ازاي، لان المساجد عندنا ليها حرمتها، والاطفال في المساجد للاطفال مساحه امنه، المساجد للاطفال مساحه سعاده، المساجد للاطفال مساحه راحه، المساجد للاطفال مساحه وسع، المساجد للأطفال مساحة تحرك حر. فالمساجد للأطفال مش مساحة، مش مساجد، المساجد هنا مش قيود ولا محاولة، لكن في نفس الوقت هنعلم أولادنا أداب المسجد. بس ابني اللي متعلم أداب المسجد من حقها البنت دي لو إن هي شاطرة وحافظة قرآن من حقها تقف بالستات اللي مش حافظين القرآن وتصلي بيهم، هي اللي تصلي بيهم إمام، على من قال ان يجوز ان يكون الامام من السيدات لما هم يجيبوا حبوا يصلوا مع بعض. فاذا مش هينفع كده، انا مش موافق على اللي حصل ده، لكن في نفس الوقت نشوف ازاي الكلام ده ما يتكررش ان شاء الله. استاذه رنا،